ممكن قبل بس ما نبدأ في المراجعة، يعني في شاب كويس قوي انا بحب اتابعه جدا على اليوتيوب، يعني كان عمل تريلر رياكشن للفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. هسيب لكم الفيديو هنا تتفرجوا عليه شوية عقبال ما اخد بق ميه بس وارجع لكم تاني تسمعوا بس الكلمتين اللي بيقولها. بص، انا مش عايز اكون قاسي على الفيلم ومش عايز اقول حاجة وحشة، بس انا مش هتكلم، علشان انا كل مرة لما بقول حاجة من التريلر وبدي انطباع للاسف بلاقيه في الحقيقه، فالناس بتنتقدني بتقول لي لا انت بتنتقد الفيلم قبل ما تشوف قبل ما تشوف الفيلم، ومن التريلر بتحكم من التريلر. يا جماعه انا قسما بالله انا اقدر احكم على فيلم من بوستر، وفعلا بعد ما بخش الفيلم الانطباع بتاعي او رايي انا اللي جوايا بيطلع فعلا. هو انا للاسف والله انا ما ابتسمتش لحظه، يعني انا بصور قدامكم صح، انا حرفيا ما ابتسمتش لحظه في الفيلم او في التريلر غير في اخر مشهد، لان في الاخر يعني عمل ايستر اج رجعنا اللي هو بتاع صعيدي في الجامعه الامريكيه اللي هو بتاع يا عبله خلينا احنا فرح لا خلينا فريش، ف اوريدي هو لا فعلا كده فعلا كده عالمي الورد ده صح جامد فشخ صح. يلا بينا نبدا المراجعه. See in this world there's two kinds of people my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه، النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده ومراجعه جديده لفيلم من الافلام اللي كانت مفروض تنزل في سنه 2023، او هو مفروض ان هو تاني افلام الصيف المصريه اللي احنا جينا عملنا لها تريلر رياكشن قبل كده، وهو فيلم مرعى البريمو. انا ويعني قبل ما ابدا الفيديو طبعا انا بتاسف جدا اولا ان الصوت واطي، لان الناس اللي معايا في البيت هنا نايمه، وما كنتش متوقع اصلا ان انا اطلع اصور الفيديو ده دلوقتي، لان عقبال ما شفت الفيلم فعقبال ما قلت اصور الحلقه والكلام ده كله، فالناس اللي عندي في البيت نايمين، فللاسف ما فيش مايك ويا دوبك عرفت اتصرف في اضاءه، فمعلش بقى لو صوتي طالع واطي شويه هحاول ان انا اظبطه يعني شويه في الايديتنج عشان الصوت الى حد ما يكون مسموع، لان انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هطلع اتكلم على الفيلم ده دلوقتي، بس انا لازم اطلع اتكلم على الفيلم ده دلوقتي سواء الفيلم ده او الفيلم اللي بعده. فيلم مرعي البريمو هو من تاليف ايهاب بليبل، هو سيناريست كان معروف. اخر فيلم كان عامله اصلا كسيناريو هو كان فيلم البعبع، وليه تجارب كتيره جدا كسيناريو، ومن اخراج المخرج المعروف سعيد حامد. وسعيد حامد اللي قدم لنا حاجات كتيره جدا جدا جدا، هو يعتبر واحد من اهم المخرجين الكوميديانز اللي جم على الساحه حرفيا بدون مبالغه، اللي هو اللي قدم لنا صعيدي وهمام وصاحب صاحبه اوعى وشك ورشه جريئه وحمد هيلعب تقريبا لحد كان اخر فيلم كان فيلم طباخ الريس كان 2007 2008. فيلم مرعي البريمو زي ما قلت هو واحد من الافلام اللي كانت مفروض نازله في صيف 2023 افلام الصيف المصريه، وهو الفيلم اللي المفروض يعني يعتبر البيك حرفيا بتاع الافلام المصريه في سنه 2023، لان في افلام طبعا معروفه ان في زي مرعي البريمو وفي على الزيرو وفي افلام تانية كتير هتنزل لسه، بس المفروض ان هو ده بقى الفيلم البيك، ده الفيلم اللي هو بتاع محمد هنيدي اللي احنا داخلين نضحك داخلين نهاف فن، لان ده الفيلم الوحيد اللي هينزل في اجازه الصيف اللي المفروض ان هو من نجم شباك كبير ونجم احنا المفروض متربيين عليه، خصوصا وان هو كمان كان يعني كان وعد الجمهور الفترة الأخيرة بأن ده، هو حتى شخصيا منزل البوست ده إن هو كان قايل إن الفترة الأخيرة أنا عارف إن أنتم ما عجبتكوش أفلامي، فإن شاء الله بإذن الله الفيلم اللي أنا هنزله اللي هو المفروض مرعي البريمو اللي نزل مفروض ان هو بيصالح جمهوره وبيقول ان هو الفيلم ده هيبقى احسن بكتير من الافلام اللي فاتت، وانا عارف ان في ناس زعلت مني فانا اسف ومش اسف، فان شاء الله الفيلم ده يعجبكم. وبالفعل الفيلم نزل، وبصراحه مع الاسف انا بالنسبه لي الفيلم ده يعتبر واحد من اسوأ افلام هنيدي، يعني حتى مش فيلم وحش عادي، يعني مش فيلم وحش بس، يعني ده فيلم يعني واحد من اسوأ الافلام بتاعت هنيدي حرفيا. يعني اخر مراجعه حرفيا يعني سبحان الله تقريبا بالصدفه البحته تقريبا كانت اخر مراجعه عملتها لفيلم هنيدي، وتقريبا كان من اخر المراجعات المصري اللي انا كنت عاملها عندي هنا على هوم سينما، كان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل، وكنت تقريبا مديله ريتنج 2/10، ونبيل الجميل حرفيا كان واحد من اسوأ الافلام اللي شفتها اصلا، يعني
يعني مش واحد يعني مش اسوأ فيلم ليه، ده واحد من اسوأ الافلام المصري العربي سلاش كوميدي. الفيلم المفروض ان هو الجانر بتاع الكوميدي، لدرجه ان انا ما ابتسمتش يعني. حتى كمان ممكن اقدر اقول لك ان محمد سلام هناك في نبيل الجميل هناك المفروض ان هو سبورتنج اكتر، او المفروض ان هو سنيد لهنيدي، فالافيه المفروض بيطلع منه ضحكني اكتر من الفيلم ده. يعني انت متخيلين ان الفيلم ده لدرجه ان انت توصل معاك الحاله ان انت حتى كمان ما تبتسمش؟ وده اللي انا كنت قايله بالظبط، وابتديت اتهاجم في التريلر رياكشن انا كنت عامله سواء الفيلم ده او فيلم عزيرو. وكنت قايل ان الفيلم ده خلينا في مرعي البريمو، لما جيت عملت تريلر رياكشن شفتوا الانترو بتاع اول الحلقه صح، كنت قايل ايه على موضوع البوستر، وكنت قايل ايه على موضوع البرومو، كنت قايل ايه على موضوع الاوفيشال تريلر بتاع الفيلم. باين فشخ يا جدعان ان الفيلم ده حتى لو التريلر بتاعه وحش، باين قوي ان حتى لو الفيلم التريلر بتاعه وحش الفيلم هيبقى وحش. لكن في افلام ممكن، وفي مسلسلات كمان على فكره التريلرز بتاعتها بتبقى وحشه بس البرودكت او الفاينل برودكت في الاخر بيطلع حلو. يعني ممكن الناس اللي بتبقى عامله تريلر ممكن التريلر يعني يروح منهم ويعملوا تريلر وحش بس الفيلم يطلع حلو. بس ده فعلا بجد كان باين قوي من البرومو او من التيزر او من الاوفيشال تريلر، كان باين قوي ان الفيلم هيبقى سيء، وده للاسف اللي الناس ما كانتش قادره تقتنع بيه، وفعلا الفيلم طلع وحش جدا. بطيخه بحس انها شجتي. المهم انك نورت مكانك يا بريم المطير. من افضل الحاجات اللي كانت في الفيلم ده من وجهه نظري تقريبا الساوند تراك او الاوريجينال سكور اللي كانت موجوده في الفيلم، اللي هي رجعتنا شويه بالنوستالجيا بتاعت همام في مستر تام، على صعيدي في الجامعه الامريكيه، على صاحب صاحبه، على نفس الافلام القديمه الريتم ده برضه كانت سعيد حامد، يعني تحس ان هي شويه فيها شويه نوستالجيا من الافلام القديمه. غير كده الفيلم حرفيا حسيت ان في كميه عبث بتحصل في الفيلم بجد مش طبيعيه. يعني فيلم لهنيدي حتى كمان انتوا لو جيتوا فكرتوا فيها، يعني حتى كمان كسبورتنج رول لحد يطلع يسند مع هنيدي، زي ما كنت لسه بقول لكم محمد سلام كان في نبيل الجميل هو يعتبر كان افضل حاجه في الفيلم. يعني الفيلم كان سيء جدا وكان فيه برضه افات ما كانتش كويسه يعني من حتى من محمد سلام، انما الفيلم ده واقع خالص. الفيلم ده ما فيهوش، الفيلم ده كله قاعد تتفرج وانت قاعد كده. فيلم كوميدي، مفيش كوميدي، مفيش قصة، مفيش أي حاجة، على الرغم اللي أنت عارفين اللي عجبني في الفيلم ده إن 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 مش القصة، إن إن فكرة الكرياتيفيتي، إن هو فكرة إن أنت تدخل ورث أو تحط ورث جوه البطيخ ومش عارف، الفكرة دي ما شفتهاش قبل كده. طب ليه ما طلعتش منها ماتيريال كانت ممكن تبقى كويسة؟ ليه ما خدتوش وقتكم إن أنتوا تطلعوا ماتيريال كويسة من الفكرة دي بدل العبث اللي إحنا شفناه؟ بعد كده ما تفهمش إزاي واحد زي سعيد حامد ده بيخرجش، ده اللي انا بقى مستغربه. ويوم ما يرجع، يعني اخر فيلم كان عامله كان طباخ الريس، ويوم لما يرجع يعمل فيلم مع هنيدي المفروض بقى يكسر الدنيا والكلام ده كله، في الاخر يطلع لنا ده. وعلى فكره سعيد حامد مش المشكله، هو المشكله مش في المخرج، ومشكله في هنيدي، مشكله في السيناريو. يعني حتى كمان هنيدي يعني الحمد لله كنا لسه بنقول الافلام الاخيره بتاعته ان هو مش قادر يطلع من الاستيريو تايبنج او القالب بتاع فكره ان هنيدي لسه مقتنع ان هو لسه الشاب الصغير والكلام ده. يا جماعه الراجل ده داخل على 60 سنه، يعني انا اسف بس هو داخل على 60 سنه، ففكره ان هو لسه جوه الاستيريو تايبنج بتاع ان هو لسه شاب صغير وكيوت وجميل وكلام، نفس الشخصيه تحس انها بتاعت امير البحار في كل الافلام الاخيره. ويوم لما يفكر يرجع تاني حد، يعني يرجع بكاركتر، يرجع كبير مش صغير، ويطلع في الاخر بالسوق ده. اهم واخر حاجه بقى يا معلمين، نبقى لابسين كلنا ابيض في ابيض، ولا حتى دخلنا في ابعاد القصه ولا ابعاد الكاركترز، يعني ما عرفناش مين اكتر، مين مرعي البريمو. طب حتى كمان الممثلين اللي معاه، غدا عادل ملهاش اي لازمه، انجي المذيعه اللي اسمها انجي، ايه ده يعني بجد، ايه ده يعني فعلا بجد، ايه ده يا جماعه. يعني حتى كمان المفروض السبورتنج رول اللي معاه المفروض طالع بيضحك مصطفى ابو سريع، مصطفى ابو سريع مع كامل احترامي اللي انا بحبه جدا، بس مصطفى ابو سريع ما وصلش لسه المرحله ان هو يطلع سبورتنج رول مع ممثل زي محمد هنيدي هو اللي يقدر يشيل معاه. يعني صعب، يعني تخيلوا من الطف الحاجات اللي كانت في الفيلم ده هو كان لطفي لبيب، يعني ربنا يشفيه. يعني لطفي لبيب كان من افضل الحاجات اللي كانت موجوده في الفيلم، غير كده كان بلح الفيلم. بعد كده اللي انا مش فاهمه كمان، ان حاجه برضو مستغربه جدا، ان كان في مشاريع تانية لهنيدي كانت مفروض تتعمل، وبعد كده ما تفهمش بقى هي اتكروتت وبعد كده اتحطت على الجنب، وكان عمل مرعي البريمو، وكان في مشروع اللي هو بتاع عقله الاصبع
اللي هو كينج سايز، وبعد كده كان في مشروع تاني تقريبا على ما اعتقد كان اسمه الجواهرجي اللي كان مع روبي باين تقريبا، وبعد كده ركن كل ده، وبرضه تقريبا برضه كان في فيلم تالت، وبعد كده قال لك على اعمل مرعي البريء وكده. الكلام ده كله ده الكلام يعني، الفيلمين ولا الثلاث افلام اللي بقول لكم عليهم دول كان يعني كانت سايد بلانز او سايد بروجكتس مع نبيل الجميل اخصائي تجميل، وقبل مرعي البريمو. يعني مرعي البريمو ده طلع لنا كده فجاه من النص اوت اوف نو وير، يعني تحس ان الفيلم حرفيا اتعمل في اسبوع مثلا او في اسبوع ونص. فا اوفر اول انا ما اتبسطتش خالص، وبجد اي فيل بيتي، يعني اي فيل بيتي اللي هو بشفق على هنيدي، على ممثل زي ممثل كبير زي هنيدي، وفعلا بجد انا لو منه يا اما ارجع فعلا اشتغل بفيلم قوي، لان انا برضو اللي انا مستغربه، مش عايز اعلي صوتي عشان انا ممكن اتنرفز دلوقتي، انتوا عارفين لما بتنرفز. هو انتوا مش بتاخدوا السيناريو يعني، انتوا معلش يعني لما بتيجي تاخدوا الادوار انتوا مش بتقروا السكريبت بتاع الفيلم وبعد كده بتقولوا اه او لا، ولا انتوا بتقولوا اه ماشي سكريبت فيلم يلا قشطه هعمله. ما هو لو فكرتوا فيها يعني افلام هنيدي زمان وافلام هنيدي دلوقتي، عنتر ابن شداد، نبيل الجميل، انس والنمس، مرعي البريمو، ما هو زمان بقى صاحب صاحبه، همام، سعيدي، وش اجرام، يعني خالتي مثلا. فالاربع خمس افلام الاخيره دي تحس ان هو في هنيدي احنا عندنا فيلم قشطه مش مشكله، مش هقرا السكريبت قشطه، انا مضيت انا هعمل الفيلم. ما هو ده اسمه استخفاف بعقول الناس. حتى كمان لما جيت نزلت التويته او البوست بتاعك، لما جيت قلت انا اسف ان انا الافلام الاخيره بتاعتي كذا كذا كذا، فانتظروا الفيلم الجاي هيبقى اللي هو المفروض ده، انتظروا الفيلم الجاي هيبقى حلو وهيعجبكم، ولا عجبنا ولا اي حاجه. انا نصيحه لمحمد هنيدي من واحد انا فعلا بجد حقيقي بحبه، اتمنى ان فعليا بجد يا اما يشتغل فيلم كويس قوي، يكون ورقه كويس قوي، يكون فعلا رجع فعلا بجد قوي لمحمد هنيدي، يا اما ما يشتغلش. ده انا من وجهه نظري. اخر حاجه برضه هقولها عشان مش عايز اطول عليك اكتر من كده، على موضوع اللجان الالكترونيه والهبل اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، وما تطلعش تتكلم عن الفيلم عشان القناه بتاعتك ممكن يحصل لها تتقفل ولا يحصل لها حاجه. بصوا يا جماعه، يعني انا بعمل الفيديوز وسايبها على ربنا تمام، يعني تقريبا على ما اعتقد برضو في اكيد في ناس تانية غيري عملت ريفيو للفيلم ده، يعني انا سايبها بجد على ربنا. وفكره ان احنا لو ما طلعناش نتكلم عن السلبيات اكتر في الافلام دي، هما بالنسبه لهم لما هيشوفوا ان مفيش اي حد بيطلع يتكلم سلبي عن الفيلم، معناها ان الفيلم هينجح والفيلم حلو والدنيا كلها وردي، والممثلين او الطاقم العمل او الكاست والكرو اللي موجودين في الفيلم مش هيلاقوا حد بيتكلم سلبي عن الافلام دي خالص، هيفضلوا يعملوا ويزيدوا ويعيدوا في نفس الافلام دي، لان هيشوفوا ان الافلام دي محدش بيتكلم عنها سلبي فهيفضلوا يعملوها فهتجيب فلوس، زي الفيلم ده، زي نبيل الجميل، زي الفيلم اللي انا لسه عامله ريفيو من فتره اللي هو شوجر دادي، الحاجات دي كلها. فلو ما طلعناش نتكلم بجد حقيقي وقلنا راينا حقيقي في الافلام دي، للاسف المنتجين او الكاست او الكرو هيستسهلوا وهيفضلوا يعملوا لنا دايما نوعيه الافلام للاسف في الكلمه الرخيصه دي. تقييمي ليه فيلم مرعي البريمو 2/10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم مرعي البريمو، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. نشوف فيديوهات تانية قريب، متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، متنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.